ديالو بالكامل، وهذيك الدار ليكن في علمكم بانها راه كتزاد يعني الاضرار عليها بحكم اجراء اللي يقدر يحمي بعدا مؤقتا هاد المنزل، يعني اللي هو بدات كتسقط. المواطنين هادو ما ساويين والو، هادو ساكنين غير في هاد السكن هذا، هما الا مات فيهم شي واحد يعني لحد الان ما كاين حتى شي واحد متحمل مسؤوليه مباشره. كاملين كاع ماشي مشكل، حنا خدامين معاهم، وبالتالي راه كلشي تعطل على شيء ان حنا دخلنا في واحد الحالات نفسيه ماساويه، حتى شي واحد ما بقى كينعس، حتى واحد ما بقى كياكل، يعني عندنا واحد شواهد متابعات نفسيه كتبين بان حنا تضررنا نفسيا وكنعيشوا حاله فزع، لان داك الشيء ماشي ساهل. في طنجه حنا هنا ما عندنا فين نمشي لان العماره مشقوقه. النهار اللي وقع هذا المشكل هذه ثلاث ايام جا سعاده القايد والمقدم وناس اخرين جاو كاملين هنا يطمنونا بان هذه العماره ما فيها حتى شي حاجه، ماشي هي هذيك، يعني العماره سليمه. لا غدا صبحت العماره كامله مشقه، حنا مصورين كل شيء، العماره مشقه على اربعه الجوانب، ولهذا حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، حنا كنطلبوا الخبره. تجي تشوفنا العماره، يجيبوا لي زاباراي، جيبها هو، جيبها الدوله، حنا بحال بحال، المهم نعرفوا راسنا وحنا وليداتنا في الامان. حنا ما كنعسوش يا ولدي، كنباتوا في الرعب. حنا كنطلبوا شي حاجه كبيره، هذه ارواح ناس عباد الله، عباد الله هذه ارواح ناس، فين هي حقوق الانسان؟ البارح حرجولوني وما قالوا لنا دخل. فين هي حقوق الانسان؟ حنا ملك ديالنا الله ينصرو كاع ما كيبغي بينا هذا الشيء. كيبغينا غير الخير، اول حاجه ملي كيبدا يخطب كيقول الشعبيه العزيز، يعني عنده عزاز ما كيبغيناش المضره. علاش هاد الناس هادو كيتحقروا على الناس اللي ما عندها شي؟ علاش هاد الناس هادو مثلا حيت هو واصل غيجي هنا يدراوج سكن اقتصادي وغيجيب ما كاين حتى شي مشكل، دانا علينا شي 4 ولا 5 المتر ياك؟ داها لنا بعدا ياك؟ كثار داها، ما قلنا حتى شي حاجه، خلينا شد علينا الطريق ما قلنا والو، ولكن درجة قتلنا وليداتنا. هضرنا معاه ما سمعلاش. فهمتيني؟ ما فوقاش ماشي مواطن مغربي وقع له شي ضرر، ما كيطالبش المسؤول يجي يحلوا المشاكل ديالو، كاين كيوجه النداء ديالو صاحب الجلاله. واش الملك غادي يبقى يشوف هذه المشاريع البسيطه غيبقى يراقبها؟ علاش عندنا برلمان؟ علاش عندنا مسؤولين؟ علاش عندنا وزراء؟ علاش عندنا مجلس الشعب؟ علاش كاين هذا الشيء؟ علاش؟ إذا كان أي مشكل قادوس تفرقع خصنا نعيطوا للملك يجي يحلنا القادوس؟ حشومه عيب، كتبين بأن بلد حنايا باقي همجيين، المسؤولين ديالنا باقي عندهم فكر بدوي، ما كاينش فكر حضاري، فكر ديال البدو. دائما خصنا نلتجه للسلطات العليا هي اللي تحل لنا المشاكل، حشومه وعيب. كنبشر ماشي كنبشر صاحب المشروع باننا واخا ما استجبش اليوم او غدا حنا هنايا غادي نعسلو هنايا، لان خدينا قرار الا ما توقفش الشونتي وما جاناش رد وتدخل من عند السيد الوالي حنا غادي نعسو هنايا، ما ندخلوش لديورنا، غادي نعسو هنايا الا يتحل لنا المشاكل ديالنا. اشتركوا معنا في قناه طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنساوش تفعلوا الجرس.